Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bayram özendi. YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Evet yine Nisa suresinin ayetin 128. ayetten okumaya başlayacağız inşallah. Videolarımı beğenmeyi, izlemeyi, abonelik etmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'inim ra'dun hafet min be'liha nuşuzen zennev iradan fela cünaha aleyhiman. بينهما صلحا والصلح خير وأودر عدلا في الشح وإن تعزموا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعيده فكان الله واسعا حكيما فلله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا فلله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخر وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن وليا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الأهواء أن تعدلوا فإن تلووا وغدوا رضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا وآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون
غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لهم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين للمؤمنين سبيلا. إن المنافقين يعادئون الله وهو عادئهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يدل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فلن تجد له نصيرا. إلا الذين تابوا وأسلموا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يبلغ الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يتلون الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم صاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك فأتينا موسى سلطانا مبينا. فرفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صدق الله العظيم. Evet arkadaşlar, bayram özendi.
Videomu beğenmeyi, izlemeyi, abonelik eklemeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun arkadaşlar.